طقس وأجواء معتدلة يوم الأربعاء وكتلة لطيفة تؤثر على المملكة ابتداء من يوم الخميس ليكون هنالك انخفاض على درجات الحرارة والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. تتأثر المملكة بكتلة هوائية لطيفة جديدة ابتداء من يوم الخميس ليكون هنالك انخفاض على درجات الحرارة، ونشاهد تفاصيل معا هنا من خرائط درجات الحرارة، حيث نشاهد يوم الأربعاء تكون الأجواء أيضا لطيفة في معظم مناطق المملكة، ولكن بداية مع يوم الخميس يكون هنالك انخفاض على درجات الحرارة. أما فيما يخص هذه الليلة في العاصمة عمان، أجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 17 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 11 كيلومتر في الساعة. أما في 3 أيام القادمة في العاصمة عمان كما قلنا سابقا، غدا تكون درجة الحرارة 26، ولكن يوم الخميس والجمعة تنخفض لتصل إلى 22 درجة مئوية في ساعات النهار، أما في ساعات الليل تكون 17 درجة مئوية وتصل إلى 14 درجة مع يوم الجمعة. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، نبدأها شمالا من إربد. درجة الحرارة نهارا 28 إلى 20 درجة مئوية، في المفرق 29 إلى 18 درجة، في جرش 29 إلى 19، عجلون 26 إلى 18 درجة مئوية. أما في عمان 26 إلى 17، في الزرقاء 29 إلى 19، في البلقاء 26 إلى 17 درجة، مادبة 25 إلى 16، وفي البحر الميت من 34 إلى 25 درجة مئوية. في الكرك 26 إلى 17، في الطفيلة 24 إلى 15 درجة، في جبال الشرات 22 إلى 13، معان 27 إلى 17، وفي العقبة 34 إلى 23 درجة مئوية. في المناطق الشرقية رويشد 32 إلى 16، في الصفاوي 32 إلى 18، وأخيرا في الأزرق 32 إلى 18 درجة مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.